السلام عليكم، لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا باحوال طيبه. غنبرج عليكم واحد شويه، سمحوا لي، كان عندي شي فيديوهات كنوجدهم لكم ان شاء الله. المهم نتمنى ان هذا النهار اللي غندوزوا معايا يعجبكم. جبتكم نوريكم افتتاح ديال المول الجديد اللي كاين في كازا، مارينا مول. نتمنى انه يعجبكم ويلا معايا. زوينة الجاكيت في دي فاكتو صراحة، عمرني جربت لبس سروال حمار في الخوج، ما عمرني جربت. دابا جينا غادي نتغداو هنايا في المول ديال مارينا مول. هادي خدات بنت خالتي، هادي انا خديت هاد لو بلا. المهم هادشي عندهم زوين، زوينين هاد لي شيميز، زوين خفاف او ميم طون لبسيهم فيس. كيعجبوني الصراحة بحال هاد لستي، يكونو خفافين و لي كولور. واو غزالة هادي، خصوصا عندي الصراحة ماشي هاد لي طوب زوينين، مجرباهم زوينين، كتلبسوهم بخير. زوينة هادي، عجباتني لا كولور. المهم باش كيعجبوك الحوايج التركية، صراحة كيخرجوا لي كولور بزاف. دي فاكتو هادي شاية، زوين هاد الصراحة، خفاف ياي غزالة هادي البنات صغيورين. كاينة هادي
عجبتني هادي في هاد لعبه بلاستيك نشوفها في الدار. المهم في هاد لعبه بلاستيك سمي لها بلاستيك زوينه الصراحه سي كونفورتابل. المهم دابا غادي نمشي دابا للكسوه. فين شفتها الكسوه؟ فين في كامايا؟ باش غادي نمشي دابا نشوف. انا عجبت انا تاع عجبتني غادي تقدي غادي ناخذها. ها هي هي هاد الكسوه اللي ندخل نقيسها. المهم شرينا الدوره ديالنا في المول الجديد. اصلا داكشي اللي كنا جايين نقضيو ما قضيناش الصراحه والله ما قضيناش. دابا غادي نمشيو لبلاصه اخرى نشوفوا واش غادي نلقاو فيها ولا لا. الصراحه شطحت شويه شطحت شويه نشطنا شويه المهم ضحكنا شي شويه. الصراحه هذا المول زوين وخا باقي ماشي كاع لي بوتيك حالين ولكن كومان فيه ما يتشاف فيه صراحه ما يتشاف وقريب على المول الكبير اللي كاين في كازا. شكرا سلام سلام هانيا صافي زوينات كيحسك كيفاش تفرقيهم؟ لا حنا نورمالمون انا في البيرو غير اليوم حيت ما كاينش واحد البيرو بلاصتي حيت زوينك شعرك تعجبني باش نجي نشوف البلاوي ضحكوا ياخذوا من عندك الوريقات. الله يسخر باي باي. اوه دابا غادي نمشيو الصراحه للاكا نشوفوا داكشي اللي جينا على قبله واش غادي نلقاوه ولا لا في المكازا. دابا وصلنا للاكار جايين ناخذ شي لعيبات نشريوهم غنمشي نشوفو السواكي كي واش غنلقاو فيها ولا لا. كاع السواكي ديال كازا درنا عليهم ما فهمتش بنت خالتي علاش ركز على السواكي. هادي مروة مروة ديال لاكار زوينة كتعجبني مروة ديال لاكار كيدخلو لي زارتيك زوينين وفي نفس الوقت بثمن مناسب الصراحة. أنا هما غادي نعيد الصراحة أنا يلا ماشي بشوية عليا. عجبوني هاد لي جيري شوفي الصراحه دابا تلبسي مزوينين شوفي لو بزاف خارج هاد الموضه ديال لي جاكيت. انا مازال الصراحه ما خديتش منه كنفكر ناخذ شي وحده ولكن مازال ما قررت. اصلا وعاد ما عرفتش دابا هاد الموضه خارجه بزاف هاد الايام ديال لي جاكيت ما عرفتش واش ناخذهم ولا لا. سي فري ناخذ لك سيوة كنت ثاورة لك اجي معانا من هنا من هنا هاني ماجي هاني ماجي. اوبا تشعيب تبزيان سارة هلا الله واخيرا لقيت بلاصه في التراب. لا لا والله الا تسخسخنا الصراحه هذا يموني ولا تسخسخنا تسخسخنا ولا لا شكيلاتي. هذا هو الخايف في كازا الصراحه الخايفه هو انك ما تلقاش ترونسبور ولا كتمحن في ترونسبور ما عندنا من عمي شنو نعمل. اخر حاجه اننا طلعنا لقينا الجامعة نبقى عايشه ليكم دائما دابا انا قديمة عايشه ليكم غنقدم نشد لكم بلايص جنس جنس اي اخيرا لقينا داكشي اللي بغينا الصراحه بزز ما عرفتش شحال حنا نقلبوا في الاخير بزز علاش داكشي اللي بغينا الصوت علاش لقيت داكشي اللي بغيتي لقيتي. المهم بالنسبه للمول مشيت لي اول مره ديال مارينا مول الى شحال كيبان لي مزيان فيه دي بوتيك وقريب كوميم قريب على الاخر فيه لي ميم بوتيك فيه دي مارك مزيانين صراحه زوين فيه ميتشاف الا بغيتي تزورو فيه ميتشاف. المهم نتمنى ان يكون عجبكم هادشي اللي صورت لكم والفيديو يكون اعجبكم بيان سيغ ما تنساوش انكم تتابعوني في انستغرام خلي لكم هنايا ودابا غادي نقول لكم الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. تقولي مالك انت متابعيني هما متابعيني.